خلونا ندخل عليهم بشكل سريع. خلونا ناخذ احمد رواحي في البدايه، حامل عرين، تستاهل اول شيء، الف مبروك. الله يبارك فيك. شفناك يعني تالقت بشكل كبير في المباراه كلها، ولكن نصف النهائي والنهائي كنت بكلين شيت، ابطال اسيا في النهائي. اكيد، اول شيء الحمد لله رب العالمين، والتوفيق من الله تعالى، دعوات الوالدين، دعوات الناس المحبه لهذا الكيان. كنا حريصين ان نسعد هذا الوطن بشكل عام والسيب بشكل خاص. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا واكرمنا بهذا التتويج، بهذا الانجاز اللي تحقق كاول مره في السلطنه. باذن الله لمزيد ان شاء الله من الانجازات القادمه باذن الله تعالى. اي مزيد، وانت عندك رباعيه، ايش احلى من كذا يعني؟ لا لا، نطمح للمزيد، ما نوقف. دور ابطال اسيا الموسم القادم باذن الله، احنا نطمح للمزيد. كل ثقه فيكم احمد، شكرا، يعطيك العافيه. انا اريد اخذ كابتن الفريق، اذا تشوف اللعيب يكون افضل تساعدني يعني، ولكن خلنا ناخذ الشباب ايضا. محمد ناخذك بشكل سريع، انت ومحسن داوده. Yeah, congratulations for winning. It is a great for you. You have you only play I think 2 months or 3 months and you get 2 trophy. It is a great. Yeah, this is very wonderful. And first of all, I say thanks to God Almighty, and also to the team and to the management, and also to our wonderful supporters. They are the best, and we hope that we don't stop here. We build on this and we go further to achieve more trophy for the country as a whole and also for SIP Club. I waiting for your Instagram post and to tell your followers. I see everything about your Instagram. Yeah, thank you very much. Actually, without the followers, there's no football. Without the Jamhul, no football. So when we play for them with our heart, and this is football. We are loving the moment and we hope that it continues. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. هذا كوزموس داوودا جيبولا. What a great performance in the final. If I choose the man of the match, I choose you because what a performance. Thank you. As we know, it's just one game, 90 minutes, and we have to give everything. We have to fight. I think everybody wants the trophy, and the coach did a great job, told us what to do, and we just have to give everything because, as you can see, everybody is here for us, and it's a great opportunity for us to show that we are one of the best in the country and in the Asia continent. So I feel giving everything is just all we can just do, and that was why the game was like that. Yeah. I think you hope to score. And you try many times, but you don't get it. I wanted to, but you know, we keep trying and we see when the goals come. But okay. We're waiting for the next step for you and for your team. Sure. And Champions League, sure. It is a great also. Yes, we start to prepare step by step, and I believe we'll come out with something great as well. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jibola. طبعا المهندس كابتن رشيد. أول شيء شكرا من القلب. مني أنا شخصيا ومن جميع عشاق كرة القدم في السلطنة. أبطال آسيا، لما تقول أبطال آسيا هذا الشيء يحسسك بالفخر ويحسسك بالفرحة الكبيرة، فشكرا جزيلا في البداية. الله يحفظك. تسلم. الله يحفظك. ألف مبروك للبلد ككل يعني، وإنجاز وبطولة انتظرناها طويلة يعني، الحمد لله تحققت، وأتمنى أن تكون بداية إنجازات أخرى بإذن الله. عملت في مباراتين، ولكن المباراتين اللي شفناهم فارق كبير من ناحيه المستوى الفني، من ناحيه تسجيل الاهداف، من ناحيه الانتصار. كنا ندخل المباراه واحنا نستمتع بغض النظر على الانتصار. الحمد لله، انا دائما اقول وما توفيقي الا بالله يعني. عناصر جيده، ادوات جيده، لاعبين مميزين، وبالتالي سهل تتعامل معهم، سهل انك ايضا فكرتك واسلوبك وفلسفتك في اللعب ان تكون موجوده، لانه ادوات موجوده. والحمد لله يعني الفترة كانت قصيرة جدا، بس أنا أعرف معظم اللاعبين، أعرفهم وتعاملت معهم وأعرف إمكانياتهم وعقلياتهم، وكانت النتائج إيجابية الحمد لله يعني، مع الرفاع ولا أيضا مع كوالالمبور سيتي ما سهل في ملعبهم، وأن تكسب بالثلاثة كان ممكن يكون أكثر، وبأداء وكل الأرقام كانت أيضا في صالحنا يعني. الحمد لله إنجاز مميز، انتظرناه طويل، حصل. فرحة، أنا دائما يعني، يمكن كنا في المعسكر دائما نقول هذا فرحة وطن يعني.
بس انت ما ريحت اللعيبه، كانت استشفاء ولا تمرين؟ استشفاء وتمرين للمجموعه، المجموعه اللي ما لعبت. لا استشفاء لل... لا 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 تمرين نرجعهم ل ونخليهم ينسوا، لانه عندنا ما زال استحقاقات كبيره يعني. جميل. ايش المنتظر ان شاء الله من سيب؟ نتكلم اسيويا. اسيويا طبعا نطمح للافضل، لان احنا حققنا كاس الاتحاد الاسيوي، طموحنا الان اكثر ابعد، العمل ايضا يجب ان يكون مميز، العمل ايضا يكون اكثر احترافيه، لان الطموح الان اصبح اكبر من هالانجاز، وبالتالي نحتاج عمل كبير جدا في كل النواحي يعني، سواء كان من اللاعبين، مننا نحن كجهاز فني، من إدارة. أنا أتمنى أنه يكون حجم العمل بحجم الطموح، ودائما لما يكون حجم العمل يناسب طموحك النتائج تتحقق. الله يحفظك، تسلم. الله يحفظك، تسلم تسلم، يعطيك العافية. هذا حوارنا مع الكابتن رشيد جابر مدرب الفريق، وكما تابعتم هذا اللقاء معي أيضا بعض الشخصيات اللي يمكن مبتعدين ولكن راح أخذهم أيضا، فهد الحبسي وقاسم. فهد إذا ممكن على باثنينكم مع بعض. طيب طبعا التقاط صورة لازم مع الكاس، ننتظر التقاط صورة. فهد مع الكاس، مع الكاس وانت والكاس يعني مع بعض، مع بعض. قاسم أعرف، أعرف ظروف الرحلة كانت طويلة ومتعبة، ولكن كل هذا التعب لما تشوف هذا الكاس تنسى كل هذا التعب. الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله، تعب كله يهون يعني، تعبنا ومن بداية البطولة أصلا كان فيها تعب، والحمد لله رب العالمين، اللاعبين كانوا أبطال فيها في هذه المباراة، وحققنا هذه البطولة، فأفرحنا شعب، أفرحنا الوطن، الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله. أعتقد أن قاسم تهيئة الظروف في ماليزيا كان أمر بالنسبة لكم تحدي. طبعا طبعا تختلف الأجواء، يختلف حتى أرضية الملعب تختلف، لكن نحن عملنا حسابنا، رحنا قبل فترة يعني، والحمد لله اللاعبين تعودوا على الأجواء سريع، وكان في الموعد الحمد لله. شكرا. طبعا اغلب اللاعبين خرجوا من القاعه مثل ما نعرف وصولهم في وقت متاخر، ولكن ممكن ناخذ الفاضل يوسف لوهيبي نائب رئيس الفريق. فهد بشكل سريع، بشكل سريع. فهد الف مبروك، الف مبروك. نعرف ان فهد اشتغل كثير على الفريق من السنوات الماضيه وهذا العام، ولكن في النهايه تتويج اربعة القاب في موسم واحد شيء يحسب للجميع. الحمد لله رب العالمين، مبارك لنا جميعا أول شيء، وهذه جهود الجميع، والألقاب ما جاءت من فراغ، جاءت بعمل، عمل مجلس إدارة، لاعبين، جهاز فني وإداري، جماهير كذلك ما نساهم حقهم اللي هم ينتظرون الخارج إن شاء الله. طيب مرينا نقطع لك الفرحة. يلا الحمد لله، جزاكم الله خير. شكرا، شكرا فهد، يعطيك العافية. احنا واحنا ونتابع يعني هذه الفرحة. يوسف لوهيبي نائب رئيس نادي السيب على الهواء مباشرة. نحن يوسف ألف مبروك أول شيء، فرحة كبيرة بالنسبة لكم وعمل كبير قمت فيه. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أولا أنا باسم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب، وإخواني أعضاء مجلس إدارة وأفراد البعثة الشرف برئاستهم، أرفع هذا الإنجاز العظيم إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى وأبقاه، وحقيقة إنها مناسبة عظيمة جدا أن نادي السيب هو أول نادي في سلطنة عمان يحظى بهذا الكأس التاريخي ويحققه أيضا في عهد النهضة المتجددة. كما تقدم جزيل الشكر إلى سيد صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على تفضله مشكورا باستقبال البعثة في هذا التوقيت المتأخر من الليل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص سموه ودعم سموه، وسموه كان داعم طوال الفترة، والشكر موصول للجميع، جزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله تعالى لهذا، وأيضا الوطني العزيز الغالي عمان يستحق مثل هذه الإنجازات، وإن شاء الله سنواصل ونحرص كل الحرص على أن يستمر نادي السيب في المقدمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أحسن بس خاطر أشيل كاس أمام الهواء مباشرة. يونس كما تشوف كاس الاتحاد الآسيوي البطولة اللي انتظرناها، وإحنا ماخذين الكاس معانا، خلنا نشوف مقابلات أكثر مع اللاعبين اللي يحتفلوا طبعا مع أعضاء الجماهير. حسن، حسن العقمي بناخذك على السريع. حسن ألف مبروك من صحار إلى السيب، بطولتين شيء كبير أيضا بالنسبة لك. أنا معي الكاستر على فكرة. خلاص شلح. لا لا خلاص هذا كاستر. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. خبرنا كيف كان، كيف كانت المرحلة الطويلة
تعبها كلها راح يوم تشيل هالكاس خلاص مره امورنا طيبه الحمد لله. انت اخذت الكاس ولا لا؟ لا خلاص امورك طيبه. شكرا حسن. ان شاء الله لا بيبقى في السيب. شكرا حسن يعطيك العافيه. عيد الفارسي كابتن الفريق وافضل لاعب في اسيا، افضل لاعب في اسيا في النهايه ما لك بد انك ناخذك على الهواء، افضل لاعب في اسيا في شيء اكثر من كذا يعني؟ يعطيكم العافيه. والله شعور لا يوصف صراحه، ويستاهل صراحه الشباب يعني ما قصروا، فدائما دائما يعني في اي بطوله في اي منافسه صراحه يقدموا اللي عليهم واكثر يعني، وانا شاهدت فيهم الظاهر صراحه لاعبين اداره نادي فكيان صراحه ما قصروا صراحه. كابتن فريق وتاخذ 4 ألقاب في موسم واحد، هذا الشيء راح يسجل التاريخ بان نعيل الفارسي كان كابتن فريق في هذه المرحله الناجحه من نادي السيب. والله هذا الفضل اذا كان يعود لهذا اللاعبين اللي موجودين صراحه، هذا التاريخ يكتب لهم بعد، وهم مقصرين صراحه مع النادي ومع عيد الفارسي يعني، وكان عيد الفارسي حقق اليوم انجاز بفضل اللاعبين يعني صراحه ما قصروا صراحه. الله يسلمك. الف مبروك مره ثانيه. شكرا شكرا لك. لاعبين ايضا احمد السيابي. احمد دائما يفوز بالالقاب ولكن ما ياخذنا في مقابلات. مروان تعال على السريع. مروان على السريع. الله يبارك فيك. خبرتك السر ليش انت متالق هذا الموسم؟ الحمد لله رب العالمين. اول شيء من فضل ربي احب ابارك طبعا هذا الانجاز يعني مش بس للسيب يعني انجاز للسلطنه كامل، واحب ابارك هذا الفوز اهداء خاص يعني بالذات لامي وابويا يعني هم لهم شان كبير لي يعني، وهذا اول انجاز في السلطنه وان شاء الله مفتاح الانجازات الانديه لغيرها ان شاء الله. اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في البطولات الخارجيه وان شاء الله راح نطمح للمزيد من البطولات. شوفك متالق دائما مروان. يعطيك ان شاء الله. شكرا مروان. انا سلمني خلنا نسلمه فهد عشان ما تقول خضيته ولا شيء يعني. محمد الحبسي حي. المبروك. الله يبارك فيك. اداء اكثر من رائع في مباراه الرفاع وشفناك في المباراه النهائيه، ولكن يمكن لاخيه ما كنت جاهز، ولكن في النهايه لقب اسيوي فرحه كبيره بالنسبه لك. الحمد لله الحمد لله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم اشكر الجهاز الفني والاداري على اللي قدموه في النادي، واشكر نفس الشيء الجماهير اللي حضرت هناك في ماليزيا صراحه كان هم يستاهلوا هذه البطوله، والحمد لله تعبهم ما راح بلاش الحمد لله. والحمد لله الفرحه في المضيب ولا في السيب؟ لا هنا وفي المضيب كله هناك. كله احسنت احسنت. شكرا محمد. اشوف بعد جمعه اذا ممكن ناخذ جمعه اذا ممكن ناخذك على السريع. بطل اسيا اذا ما تتكلم انت بطل اسيا متى راح تتكلم يعني؟ بطل اسيا مره ثانيه ان شاء الله. يا سلام. حبيبي المبروك. الله يبارك فيك. اداء كبير والله حبيبي. قلب دفاع من دفاع بشكل عام ولكن فريق بشكل عام انك تاخذ 4 ألقاب بشكل كبير. والله الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء ما قام من فراغ، مجهود الشباب مجهود الجهاز الفني كلنا اشتغلنا وكلنا صبرنا وتعبنا والحمد لله رب العالمين. هذه نتيجتنا يعني نتيجة التعب كله اللي من سنوات كان الناس يعني تنتظر هذه الفرحة والحمد لله رب العالمين تحققت الحمد لله. ايش كان ظروف المباراة بالنسبة لكم؟ لأن عرفنا المطر مع أرضية الملعب كان في ظروف مختلفة ولكن تغلبت عليه. والله نحن من بداية يعني من بداية الأمر كان الناس تتكلم أنه رطوبة أمطار معشب يعني أرضية الملعب ما مستوية، لكن الحمد لله رب العالمين يعني عندنا لاعبين خبرة لاعبين دوليين فهالشيء ما ياثر يعني كلاعب راح يلعب نهائي يعني انت اوريدي مفكر انك راح تكسب مباراه ما مفكر انه مثلا وش الظروف يعني بغض النظر عن الظروف الموجوده يعني تفكيرك كيف اكسب مباراه فقط. والحمد لله رب العالمين يعني تخطينا كل الصعوبات الموجوده في الوقت اللي في وقت المباراه وحققنا نتيجه الحمد لله رب العالمين رضتنا ورضت الشارع الرياضي والدوله بشكل عام. فرحه مع مين راح تكون؟ والله اول شيء مع الجماهير طبعا. الفرحه صراحه في العمان كلها، الفرحه ما فرحتنا نحن كلاعبين فقط، الفرحه العمان كلها والجميع يستاهل الحمد لله رب العالمين. يستاهل الجماعه. يعطيك العافيه. شكرا. هذا نحاول ناخذ يعني اغلب اللاعبين الموجودين معانا. محسن 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 بالاتصال بعد بالتليفون يعني ما محتاج شيء اكثر يعني. شو اخبارك يا الامور؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين. اول شيء مبروكين للأمة السيباوية هذا الانجاز، طبعا هذا الانجاز شيء كبير حالنا نحن كلاعبين وحق الجمهور وحق الاداره وحق البلد ككل،
والحمد لله اللاعبين ما قصروا، جهاز فني ما قصر، جماهير، إدارة، نفس الدعم من الدولة، الحمد لله رب العالمين. سجلت في نهائي كأس صاحب جلالة، في نهائي كأس تحال الآسيوي، هذا يعني شيء للتاريخ أيضا بالنسبة. الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلت أنت هذا شيء للتاريخ، طبعا هذا شيء جاب مجهود مساعدة الشباب، وهذا شيء افتخر فيه أنا، وهذا الشيء يشرفني إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله نطمح للمزيد إن شاء الله. يعطيك العافية أحسن. بناخذ لاعبين على السريع، يوسف وعبد الله ومحمد والشباب كلهم مع بعض، ومع بعض مع بعض كلكم المبروك يوسف، انتقال كبير للسيب وتاخذ الخاب على طول يعني. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله والحمد لله رب العالمين. والله ايش شعور لا يوصف طبعا، انك تحقق هذه البطوله، اول نادي حققها في السلطنه، شعور لا يوصف، شعور جميل جدا يعني طبعا. اكيد بالفعل. حياك الله. ناشئين والشباب، واليوم نلتقي وانت بطل يعني. الحمد لله رب العالمين، هذا بفضل من رب العالمين، الله اكرمنا بهذا اللقب اللي كنا اظن عمان كلها يعني تنتظره، والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بنلتقي دوم ان شاء الله بالافراح. نلتقي مع الافراح باذن الله. باذن الله تعالى بالافراح باذن الله تعالى. يعطيك العافيه. هذا تقريبا اغلب اللاعبين الموجودين معنا، تقريبا غطينا كل اللاعبين الموجودين، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، اغلب متواجدين تقريبا اخذناهم من خلال هذا اليوم. باقي صلاح، لكن صلاح مشغول بالتليفون، ف وبعض اللاعبين خلاص يعني غادر القاعه وما لحقنا ناخذهم نظرا لظروفهم، البعض رحله طويله متعبه بالنسبه لهم، ولكن في النهايه نقدر تفاعلهم معنا خلال هذه الفتره وهذا الاستقبال اللي مثل ما تابعتوه من هنا من مبنى استقبال كبار الشخصيات، استقبال بطل آسيا وبطل كأس الاتحاد الآسيوي نادي السيب. فهذا يونس كل التغطية اللي موجودة معنا من هنا من قلب الحدث، كنا معكم طوال هذه الفترة. عودة لك يونس.